والحقيقه يعني موضوع مهم جدا، الدوله بتشتغل عليه بقى لها فتره كبيره، واحنا في المرحله ال 22 من هذه المعركه الكبيره الحقيقه اللي الدوله اخذتها في مساله التعديات على الاراضي الزراعيه وعلى املاك الدوله، وبتنطلق الموجه ال 22 لهذه المرحله من ازاله التعديات، هتبتدي بكره. والحقيقه ده موضوع مهم جدا، لانه في ناس كتير في اوقات صعبه الدوله كانت بتعدي بيها استغلوا هذه الاوقات وابتدوا يبنوا بطريقه غير قانونيه، وهنا يعني اللي بيعمل كده يفكر في نفسه بس وفي مصلحته بس، وعلى اساس انه بعد كده مفيش قانون ومفيش حد هيرجع عليه وحق الدوله عادي يعني يروح، لكن الحقيقه انه احنا في دوله قانون ولازم يتنفذ القانون، وده اللي بيحصل في هذه المعركة لاسترداد أراضي الدولة واستغلالها الاستغلال اللي يفيد الناس كلها مش شخص واحد. فخليني أتكلم مع حضراتكم بالتفصيل مع دكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية عن هذه المرحلة وإيه هي الأماكن اللي هتطبق فيها هذه المرحلة وكل التفاصيل. مساء الخير يا دكتور خالد. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر. اهلا بحضرتك، عايزين نعرف تفاصيل المرحله 22 لازاله التعديات على اراضي الدوله هتكون فين وفي اي المناطق. يعني خليني اقول لحضرتك بالفعل زي ما حضرتك يعني تقدمتي، كان في جلسه وجهات قياده سياسيه وتكتيكات دوله رئيس مجلس الوزراء ان الحفاظ على املاك الدوله المصريه وازاله التعديات عليها، كذلك فرض هيبه الدوله على اراضيها كحق اصيل. وده لابنائنا من الاجيال القادمه. تم التنسيق مع اللجنه العليا لاسترداد الاراضي حق الشعب ووزارات التنميه المحليه والدفاع والداخليه والزراعه والموارد المائيه والري والنقل وقطاع الاعمال العام ووزاره الاوقاف، كذلك مع جهات الولايه والمحافظات المصريه. طبعا زي ما اعلم على الوزير وكان امن وزير التنميه المحليه انه من باكر ان شاء الله هتنطلق الموجه 22 لازاله التعديات على املاك واراضي الدوله والاراضي الزراعيه اعتبارا من بكره ان شاء الله 27 يناير، وده على ثلاث مراحل. الموجه 22 تنتهي ان شاء الله 12 ابريل 2022. طبعا احنا خلال الاسبوع الماضي كان في اجتماعات تحضيريه بتدور الساده كثير عموم المحافظات والمستعدين وكذلك جهات الولايه ولجنه انفاذ القانون ومسؤولي الاملاك بالمحافظات المصريه 27 اللي هيتم فيها الموجه 22، وده كان لمراجعه خطه التحرك لبدء الموجه واللي هتكون ان شاء الله على ثلاث مراحل. طبعا تم الاتفاق على ضروره الموجه الحاسمه بالقانون، اي محاولات لتعطيل الاجراءات، كذلك الامر من الاهميه بمكان انه كمان التنسيق مع الاجهزه التنفيذيه والامنيه والوحدات المحليه، واكد مع الوزير على ربط مع طبعا غرفه العمليات الوزاره في الغرف اللي موجوده في المحافظات المصريه برئاسه ديان صغاره برئاسه ساده كثير عموم مساعدين، وطبعا مع ممثلي مديريات الامن وحمايه املاك الدوله، كذلك الامر طبعا تسجيل بيانات حالات التعدي دي كلها واللي الاراضي اللي بيتم استرجاعها في قاعده بيانات تسميها بالكارت الذهبي، وده لتوفير قاعده البيانات الرقميه بكل مساحات الاراضي المستراده وتسهيل وضع الخطط المناسبه لادارتها بشكل اقتصادي والاستثمار في مشروعات تنمويه بالمحافظات. وهنا يا دكتور خالد نتوقف عند مردود مساله استرداد اراضي الدوله، المردود الاستثماري على البلد من ده. بالظبط يا فندم، هو احنا بنسترد حق الشعب وبالتالي لابد الاراضي اللي تسترد تدار باداره اقتصاديه لتعظيم استفاده الشعب منها، وطبعا كل ارض بترجع ليه جهه الولايه بتاعتها علشان كمان ما يعادش التعدي عليها مره ثانيه او التلاعب مره ثانيه، كذلك الامر التاكيد على سرعه ازاله اي تعديات جديده يتم رصدها في المهد خلال الموجه 22 ان شاء الله، وهتتخذ كافه الاجراءات القانونيه لكل طبعا المعتدين على اراضي الدوله، وان المحافظات كلها يعني اللي هيتم فيها كل ازاله تعديات
طبعا اتمت استعدادها لتنفيذ الموجه ان شاء الله من باكر باذن الله تعالى. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم متحدث وزاره التنميه المحليه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.